السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل واحد تيشوف هذا الفيديو كيدعمنا وكيتفاعل معنا. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم نجيب لكم واحد الطريقة سهلة للتنقية ديال الخرشوف او القنارية. انتم تشوفوا طريقة سهلة. كناخدو القنارية، ناخدو الموس وكنقطعوها. انتم كتلاحظوا كنقطعوا لها هذاك الرويس بوحديته، كنحيدوه. وانا دايره هادو الليغات الصباعيات على حساب القناريه، راكم عارفينها كتطلق الكحوله في اليدين. من الاحسن ديروا الحامض او ليغو، اللي عنده ليغو يديرهم. هانتوما كنحيدوا هذيك الفوقانيه، كتكون شويه بحال اللي شارفه كتنقولوا. كناخذوا السكين وكنقطعوا ديك الحريف. كاين بعض المرات هذاك الحريف راه تيكون فيه الشوك، هذه شويه هذه ما مشوكاش بزاف، حيت مع دابا هذا وقتها تبارك الله راه شبعانه ما خضره وطريه غزاله. هذا الوقت ديالها، اغتنموا هذه الفرصه وكلوها بزاف، راه زوينه القناريه. هانتوما كيف كتلاحظوا، هانتوما كناخذوا هذوك الحريفات، كناخذوا الشيتا، هذه الشيتا الصغيره ديال التصبين. هذا هو السر باش دغيا كننقيها مزيان. هانتوما كنبقى نحكها، تنحكها بديك الشيتا، ولكن تكون الشيتا تكون باقا شويه جديده مزيانه، تيكونوا ديك الريوس ديالها مزيانين ماضين. هانتوما دغيا دغيا كتحك، كندوز عليها بهذيك الشيتا. ها كندوز من هاد الشنيب ومن هاد الشنيب كامل ديك هذوك الطرف ديال القناريه او الخرشوف على حسب كل واحد وشنو كيقول لها. هانتوما كندوزهم كاملين، كنمشي معاهم هكاك تنكملهم هكاك غير بالشيتا، تنحكهم دغيا دغيا كتصوب فرنشاتو من عين. في 5 دقائق راكم تصوبوا قبطه ولا جوج قبطات. هانتوما كتنقى هكاك كتجي زوينه وصافي. كناخذ الموس وكنبدا نقطعها هكا. هانتوما كيف كتلاحظوا راها نقيه، يعني هذاك اللي كيبان فيها داك غير الوسخ. راكم عارفين القناريه كيكون فيها التراب وديك الشيء بزاف، يعني كتغسل ما كتبقى فيها حتى حاجه. هكذا كنبقى غاديه مع هذوك الرويسات كاملين، كنقطعهم مع ديك الطرف. هانتوما ها هي زوينه نقيقيه، غير تغسل ما كيبقاش فيها ديك الوسخ هذاك. وهكذا كنبقى غاديه مع هذوك كاملين، كندوز عليهم بالشيتا ونولي نعاود. هانتوما بعد ما كنحك هادو كناخد هذا الريوس، هانتوما تا هما كنقيهم. ها هي الطريقه دغيا دغيا تا هما. ها تنحكم فيهم ديك التراب والغيس. دابا راكم عارفين مع الشتا تكون فيها الغيس، مع هاد الريوس تيكونوا محشيين في وسط التراب، يعني راه كيكونوا بحال الجذور، كيكونوا محشيين في وسط التراب وتيجبدوهم، تتكون فيهم التراب بزاف، ولكن ماشي مشكل، راه كلشي كيتغسل كلشي مزيان. هانتوما غير التراب فيها، كنقيوهم حتى هما مزيان ما كتبقى فيهم حتى حاجه. هذاك كيكون غير ديك الفوقاني هو اللي تيكون موسخ بديك التراب. هذا كنقيوها، هانتوما ما فيه والو غزال لا الرويس. تاع الرويسات كيجيو زوينين. هانتوما كنقسمهم في النص. ودابا غندوزو للطريقه ديال الطياب ديالها. واخا تقريبا الطريقه راه تقريبا كلشي كيعرفها، ولكن ماشي مشكل دغيا دغيا نقولوها. هانتوما كنحتاجو المهم اللحم، هي في الصراحه كتجي مع اللحم زوينه، حيت كاين اللي كيطيبها بالدجاج ولكن باللحم كتجي حسن. كنحتاجو البصله، ها هي البصله مشلضه مقطعه طريفات رقاق مربعات صغار، بصله وحده متوسطه. المهم اللحم راه على حسب كل واحد والقياس ديالو. هذه شويه ديال الثومه، واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم دقوقين، درت معاهم انا حتى واحد صحيح ماشي مشكل. قليل من المعدنوس، دو بيرسيل. هذه العطريه كنحتاجو الخرقوم، الابزار، سكنجبير والملحه. الملحه المهم على حسب كل واحد والقياس ديالو، ولكن هي من الاحسن القناريه راه ما خصهاش الملحه بزاف.
وزيت الزيتون، في الصراحة كتجيها زيت الزيتون مزيانة، كتصرع على القنارية أو الخرشف. أنا ما كندير لهاش الزيت النباتية، كندير زيت الزيتون، وهذا الحامض مصير غنخليه من بعد حتى كيطيب لي اللحم، عاد كنديرها في الأخير حتى كيطيب. نتوما ملي كنديرو هذوك المقادير كنديروها فوق النار، وكنبداو نشحرو هذاك اللحم حتى كيتشرب هذيك التوابل كاملة مزيان. هو من بعد ما تشحرنا اللحم مزيان غنديرو القناريه، كنحيدو اللحم باش نديروه فوق القناريه. هانتوما دابا حنا كنضيفو القناريه، كنضيفوها لهذيك المريقه ديك التوابل بعد ما حيدنا اللحم باش نحطوه فوق من القناريه. هانتوما غنديروه من بعد ما كطيب كنحطو هذا الحامض هذا اللي كنا خلينا كيغلي شي شويش وصافي. والان هذا هو الغداء ديالي، ها هو دا وجد. بصراحه القناريه راه كتجي زوينه، وهانتوما الطريقه راه ساهله ديال التنقيه، يعني غير اللي ما بغاتش طيب القناريه، حيت كاين اللي كتلقى صعوبه شويه في ديك التنقيه ديال القناريه، ولكن هذه الطريقه راه ساهله دغيا كتنقى بها. كنتمنى هاد الطبق يعجبكم وهاد الطريقه تعجبكم، وما تنساوناش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم، وشجعونا ودعمونا.